مشاهدينا الكرام، تحية هذا الصباح نهديها لكل مبدعي وفناني بلادنا الحبيبة، ومنهم الأستاذ الموسيقار حافظ عبد الرحمن اللي بيشكل عطر لهذه الموسيقى السودانية المتفردة والمتميزة. عبر الإنترنت أكيد الكلام بيكون أكتر وبيكون أوسع، خاصة لو مجدي بدأ بمشاركة تكريم الموسيقار حافظ عبد الرحمن. تفضل. حقيقة يعني مشاركة تكريم الموسيقار حافظ عبد الرحمن وتدشين موقع عبر الانترنت الذي يبدأ من خلاله انتشار عالمي عن طريق الانترنت، لأنه سبق وانتشر عالميا في أكثر من موقع. احنا كنا بنتلقى أخباره عبر المواقع واستقبال حار للأستاذ حافظ بمطار مدينة نابلس، ولكن أسرة موقع سودانيز أونلاين رأت أنه تدخل الكثير دائما، فموقع جديد الموسيقار حافظ عبد الرحمن من خلاله بنشاهد هذه الصفحة لملك الفلوت حافظ عبد الرحمن الذي يعني موسيقاه صنفت عالميا، وبنجد انه يعني قدم الكثير خاصة في المشاركات التي كانت خارجية، سواء كانت في الوطن العربي او في اوروبا او في الولايات المتحدة الامريكية. احنا ما عايزين نقول انه تقريبا يعني اغلب الاعمال بتاعته يعني بتجد رواج كبير جدا، خاصة عند من هم يعني في اوروبا تحديدا. ايضا بنجد من خلال الموقع يمكن الاستماع لكثير من الاغاني الموجودة او حتى محاولة عرضها. بنجد الكثير المتعدد للموسيقار حافظ عبد الرحمن من خلال موقعه الجديد، من خلال الرابط sudanese-online.org. احنا بنجد انه الموقع مهم جدا خاصة للانترنت. رأيي شنو في انه لو في فنان بعد كده قال الاعلام قصر في حقه؟ لا، هو صراحة ما في حق يعني يقدر يقول انه الاعلام قصر في حقه. الاعلام الان في يد كل انسان، ممكن انسان حتى لو ما وجد فرصة عبر وسائل الاعلام المعروفة لدينا انه يجد موقع في الانترنت ويحاول انه ينشر او يبث اعماله عبر الانترنت، ويمكن يكون التقييم برضه يرجع لوسائل الاعلام بعد كده هل فعلا. نعم، اذا كان الموقع ناجح اكيد حيكون له مشاهده كبيره ومتابعه كثيره. احنا نتمنى انه يكون في موقع، ما عايزين نقول لكل فنان، لكل سوداني. فعلا 30 مليون موقع، لكن بنحيي كل المبدعين وكل الفنانين، وبنتمنى انه فعلا الانترنت تستخدم الاستخدام الجيد والجميل، ونضع في اعتبارنا دائما انه الجيد بيفرض نفسه. هناك لقاء مع الموسيقار حافظ عبد الرحمن جدير، مشاهدينا الكرام بانه نشاهده مع بعض ونعود مره اخرى. اعزائي مشاهدينا، كاميرا ايقاع الصباح في جوله صباحيه يوميه تتنقل من هنا وهناك وتحاور في شتى المواضيع. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وتحية لكل مبدع أبدع في مجاله الفني. تحية خاصة في هذا الصباح للفنان الموسيقار الكبير المعروف الذي أسعدنا وأطربنا بعزفه الجميل الأستاذ حافظ عبد الرحمن، نحييه في هذه المحطة. أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ. أهلا ومرحبا، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك وأنت معنا في هذه المحطة الخارجية. أستاذ حافظ، بداية نتكلم عن دور الانترنت في نشر الثقافة والفنون السودانية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني من وقت طويل يعني بدأ الانترنت يأخذ أبعاد يعني أكبر مدى في نشر الثقافة عامة، وخاصة في توصيل المعلومات مباشرة لأطراف بعيدة جدا جدا للمشاركين، يعني قد لا تفتح لك فرصة أنك تلتقي بهم يعني. فالإنترنت يعني الآن صفحة الإنترنت أو يعني يدخل الصفحة ويستمع لموسيقاك ونماذج منها ويفهم حاجة عن حياتك الموسيقية. وبجانب كده أهميته أنك أنت ممكن تشترك مباشرة في المهرجانات العالمية بدون مترسل، يعني كما كان معتاد زمان اي شيء عن طريق الدي تي ال والبريد السريع. ممكن الناس تدخل مباشره للصفحه وتاخذ معلومه وتاخذ حتى الفورمات ممكن تملاها عن طريق الانترنت، ودي غمزه كبيره يعني وتطور مؤكد يعني. Thank you.
دي بشرى يعني سارة لمعجبيك ومحبيه، اعزك انه يعني يجدوا هذه الصفحه المليئه بالابداعات السودانيه الرائعه. استاذ حافظ، كيف ينظر العالم للموسيقى السودانيه من خلال المشاركات الخارجيه؟ يعني يمكن يعني في عده اجزاء من العالم، يمكن لو مسكنا قلنا مثلا جنوب افريقيا، وقلنا اليابان، وقلنا واشنطن، وقلنا مثلا يعني الهند، يعني يمكن دي جهات مختلفة، لكن في كل هذه الدول الموسيقى السودانية لقت رواج وتحدثوا عنها وشاركنا في مهرجانات كبيرة، ويعني غير مشاركتي ايضا هناك الكثير من الاخوة السودانيين على الفنانين الموسيقيين شاركوا في مهرجانات مؤثرة جدا جدا. ويعني هيكل الموسيقى السودانية ما عليه يعني اي غبار، عايزين نقول احنا بس محتاجين فعلا نمثل نطور لغتنا الموسيقيه، يعني بحيث انه الناس الخارج الوطني يفهموها بشكل متطور يعني. So thanks for coming and I know you're going to enjoy it and join me in a big welcome for Hafez Abdulrahman. It's my honor to be here in this great stage, the Kennedy Center. I'm very happy to meet you. My name is Hafez Abdulrahman Mukhtar. You can call me Hafez Mukhtar. And also my friend, the musician, keyboard, Mahir Tagisir. Okay, as you know, Sudan is a very great country, but it is the most biggest country in Africa. الموسيقى السودانية يعني بتتفاعل معها الجميع إذا كان داخليا أو خارجيا، ده دليل على إنها هي محبوبة ومقبولة. صحيح، يعني تركيبتها الأفريقية العربية في السودان ده شخصية متميزة مقبولة سواء في العالم العربي أو في العالم في الشرق الأقصى أو في أوروبا يعني. ويعني نحن سعيدين بتكوين الموسيقي وبإرثنا الكبير الضخم وبثقافتنا العالية، وبالتالي لسه في دور كبير على الفنان السوداني لازم يعني يؤدي.